السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله رب تكونوا بخير. النهارده مع بعض هنشوف هوم وورك 7 وهنمشي مع بعض كده ستيب ستيب. طيب، اول حاجه بيقول لي فانكشن اللي هي اكس وفي براكت اكس باور 2 ماينس 3 از اوف كام ديجري. طبعا لما ببقى عايز الديجري فالمفروض ان انا بعمل سمبليفاي، يعني لو عملت اكس باي اكس تو ذا باور اوف 2 هتبقى اكس تو ذا باور اوف 3، بس هو ده اللي انا محتاج اعرفه، ان دي تبقى ايه؟ تبقى ثيرد ديجري، يعني مش لازم ان انا اعمل سمبليفاي للاخر، لان خلاص هيبقى هو ده ايه؟ الهايست باور. اوكي، طيب هنا الفانكشن ديت، طبعا الهايست باور هنا اكس باور 4، واكس باور 3 بقى كام؟ يبقى اكس باور 4 تبقى فورث ديجري. طيب هنا برضو بنشوف الهايست باور للاكس، اكس تو ذا باور اوف 7 وفي 5 وفي اكس باور 1 تبقى 7th ديجري. تمام؟ طيب يا شباب نكمل. فانكشن الاكس ايكوال اكس بلس 3 فانكشن النيجاتيف 2. انت كل اللي بتعمله لما يسالك فانكشن نيجاتيف 2 فبتبدل بدل الاكس بالنيجاتيف 2 وتشوف الريزلت كام. يعني بدل الاكس دي هتبقى نيجاتيف 2 وطبعا هي بلس 3. طيب نيجاتيف 2 بلس 3 تبقى ايكوال 1، تبقى ايكوال 1. واللي بعدها 5x ماينس 3 وعايز فانكشن الزيرو. طيب هتبدل بدل الاكس بزيرو، طب وال5 الريليشن بينها وبين الاكس ايه؟ مالتبلاي. طب 5 باي 0 يبقى 0 ماينس 3، 0 ماينس 3 يبقى ايكوال، يبقى نيجاتيف 3. خلي بالك الموضوع نيجاتيف وبوزيتيف دي. فانكشن الاكس 7 اكس ماينس هاف، يعني 7 باي هاف تبقى 7 باي هاف، يعني احسبها بقى تبقى 3 اند هاف ماينس هاف تبقى ايكوال كام؟ تبقى 3. تمام؟ طيب وممكن تعمل يوزنج كالكوليتر كده، بس هي بسيطه مش محتاجه. اوكي، فانكشن الاكس اكس باور اوف 2 ماينس 3 بلس 3. طيب بدل الاكس باور اوف 2 حط 3 باور اوف 2، يعني تبقى 9 ماينس الاكس اللي هي 3 وبعدين بلس 3، تبقى 9 ماينس 3 بلس 3 تبقى 9. تمام يا شباب؟ اوكي. طيب فانكشن اكس تو ذا باور اوف 2 بلس 7، فانكشن 3 كام؟ طب 3 باور اوف 2 تبقى 9 وبلس ادي 7 زي ما هي هتبقى 16. طيب اللي بعده، بص يا ولاد، فانكشن الاكس ايكوال اي اكس بلس 6، فانكشن ال2 ايكوال 2، يعني كانه بيقول لك ايه؟ لما انا عملت بدل الاكس بال2 الاولى دي طلعت الانسر ب2، او طلعت فانكشن الاكس ب2. طيب انت هتعمل ايه؟ بدل الفانكشن الاكس دي الاولى هتكتب فوقيها ايه؟ 2 ايكوال اي اكس، هتحط 2 دي بقى بدل الاكس دي، يعني 2a بلس 6، بس كده دي الايكويشن. يعني انت الانسر اللي هو ايكوال كذا دي هي دي الفانكشن، اجابه الفانكشن، يبقى بدل كلمه فانكشن الاكس دي هتحط الايه؟ ال2، وبعدين تكمل بقى تشيل الاكس وتحط 2. طيب هنودي ال6 الناحيه الثانيه تبقى 2a ايكوال نيجاتيف 4، تبقى الايه ايكوال كام؟ نيجاتيف 2 بالظبط. يبقى هي الفكره، هي الفكره واحده يا اولاد، ان انت ما يقول لك الانسر بتاع كذا بتحطها بدل. طيب شوف واحده كمان، فانكشن الاكس ايكوال 4x بلس بي، فانكشن 3 ايكوال 50، يعني لو حطيت بدل الاكس 3 هتبقى الفانكشن ب 50، يبقى بدل الفانكشن دي يبقى هنا 50 ايكوال 4 باي 3 اللي هي 4x، 4 باي 3، 4 باي 3 كام؟ 12 بلس بي. طيب تبقى البي كام؟ تودي ال 12 هناك بالماينس، يبقى البي ايكوال 15 ماينس 12 تبقى ايكوال 3. تمام؟ هحاول اوضح لكم لو في اي حاجه مش واضحه. طيب ممكن بدل ما يقول لي فانكشن كذا ايكوال كذا يقول لي اوردر بير. الاوردر بير معناه ايه؟ ان لو الاكس ب2 هتبقى فانكشن الاكس بنيجاتيف 6. فانكشن الاكس بنيجاتيف 6. طيب يبقى احط بدل دي نيجاتيف 6 ايكوال ام اكس، يعني 2 باي ام، يبقى 2 ام بلس 8، ودي ال 8 الاذر سايد
تبقى نيجاتيف 14 ديفايدد باي 2 تبقى نيجاتيف 7. تمام يا شباب؟ اوكي نكمل. ايه وايه؟ طيب فانكشن الاكس ايكوال 2x ماينس 3، يعني لو هنا ايه يبقى الاكس بايه، يعني تبقى ايكوال 2a ماينس 3. طيب نجيب الـ الناحيه دي والنيجاتيف 3 الناحيه الثانيه، هتلاقي يعني هتبقى 2a ماينس a ايكوال 3، فتبقى الـ a ايكوال 3. واضحه يا ولد؟ تعملها ك ايكويشن، تبدل دي مكان دي، هتلاقي ان اللي هتحط هنا ايه وهنا ايه، فهتلاقي الريزلت ايه طلع لك. طيب دي كام ديجري؟ الهايست باور 4 يبقى 4. طيب اللي بعده فانكشن نفس الفكره، فانكشن 2 ايكوال 0، يبقى هنا لو 0 ايكوال كي باي 2 تبقى 2 كي بلس 8، هتودي الـ 8 الـ other side negative 8 divided 2 تبقى negative 4. تمام؟ طيب هنا function الـ negative 2، طيب negative 2 power of 2 تبقى 4 positive، خلي بالك. طيب minus negative 2 تبقى plus 2 plus 3. اه خدت بالك حصلت ازاي؟ خلي بالك من الساين اوت، يبقى negative 2 power of 2 4 minus minus 2 تبقى plus 2 بعدين بلس 3، يبقى 4 و2 و3 تبقى 9، تبقى 9. اوكي اللي بعده فانكشن الزيرو، هتبدل بدل يبقى 0 ماينس 0 بلس 3 تبقى ايه؟ تبقى 3. طيب اللي بعده عايز فانكشن ال1، 1 ماينس 1 بلس 3 تبقى برضو 3. طيب الريليشن هنا يا ولاد بيقول لي ايه؟ الـ a بلس الـ b 9. طيب الـ 1 هياخد كام؟ مفيش. طب 3 تاخد كام؟ 3 و6 4 و5 5 و4 3 و6 4 و5 5 و4 اه تبقى اللي هي ايه؟ this. اوكي؟ طيب اللي بعده x باور 3 ايكوال كام؟ ما انت هتاخدها كده واحده واحده، يبقى الاكس تو ذا باور اوف 3 ايكوال 1، تبقى الاكس ايكوال ايه؟ تبقى الاكس اول حاجه ايكوال 1، حط فوقيها 1. الواي بلس 3 ايكوال روت 4، الواي بلس 3 ايكوال روت 4. طيب تبقى الواي بس ايكوال كام؟ تبقى الواي ايكوال روت 4 دي اللي هي ايه؟ اللي هي 2، تبقى 2 ماينس 3 تبقى نيجاتيف 1، والواي بنيجاتيف 1. طيب يبقى هنا ماينس ماينس 1، 1 ماينس ماينس 1 يبقى 1 بلس 1 تبقى 2، تبقى 2. طيب اخر كويتشن بيقول لي هل دي ريليشن ولا لا، الاي بلس بي ايكوال 9. طيب انت من اول حاجه كده انت جبت ال 1 لقيته ياخد حاجه من الاذر سايد؟ لا، الوان ما ياخدش حاجه من الاذر سايد، تبقى دي طبعا خلاص نوت فانكشن، تبقى نوت فانكشن. تمام يا شباب؟ اوكي كده يبقى احنا حلينا هوم وورك 7، وهنكمل في الهوم ووركس اللي جايه ان شاء الله. سلام عليكم.